خلينا نشوف قبل ما نبدأ بالأسئلة والصور والفيديوهات تقرير عن المقعد الأرثوذكسي بالمتن الشمالي، بنشوفه سوا وبنرجع. عندما نقول المتن نكون نتحدث عن قلب جبل لبنان، وعندما نتحدث عن دائرة المتن الشمالي لا يمكننا إلا أن نذكر عائلات هذه الدائرة، بدءا من آل جميل، آل المر، آل لحود، آل الأشقر، إضافة إلى غيرها من العائلات التي تأصلت في العمل السياسي على مدى عقود، فبات اسم هذه العائلات مرتبطا بالسياسة والعكس صحيح. الدائرة التي تعد من أكثر الدوائر تسييساً تتمثل في مجلس النواب بثمانية مقاعد نيابية، أربعة مقاعد للموارنة، مقعدان أرثوذكسيان، مقعد كاثوليكي ومقعد أرمني. الصراع في دائرة المتن الشمالي مسيحي مسيحي، وكل مكون فيها يعتبر أن المعركة معركته، بدءاً من الكتائب، التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية، الطشناق، الأحرار، وآل المر، والمستقلين، والمجتمع المدني على تعدده. بالنسبة لحزب الكتائب فمعركته هي في الحفاظ على العرين التاريخي لآل جميل الذي يؤمن له نائبين حزبيين. معركة آل جميل تشبه إلى حد كبير معركة آل المر، إذ أن الإبقاء على المقعد النيابي كان وما زال من مسلمات آل المر، تحديداً بالنسبة للنائب الراحل ميشيل المر الذي كان يشكل منفرداً حالة شعبية وحزباً يوازي الأحزاب السياسية أصواتاً. ليحة كنا ورح نبقى للمتن. أما التيار الوطني الحر فالمعركة الأساس بالنسبة له في المتن هي الفوز بثلاثة نواب حزبيين كما حصل عام 2018. القوات اللبنانية تعد الأضعف بين كل الأحزاب على الساحة المتنية، معركتها هناك هي الحفاظ على إنجاز عام 2018 الذي مكنها من الحصول على نائب حزبي. في جميع الأحوال تبقى المعركة الانتخابية في دائرة المتن الشمالي معقل العائلات المتنية والبيوت السياسية، معركة أحجام وتحالفات وحنكة سياسية. إذن بعد ما شفنا هذا التقرير نعود لمتابعة هذه الحلقة مع المرشح عن المقعد الأرثوذكسي في المتن الشمالي ميشيل الياس المر.